ثورة الحسين باقية ومستمرة. من هذا الشعار الخالد انطلقت ثورة تشرين العظيمة قبل سنتين، التي يعدها مراقبون استمرارا لثورة الإمام الحسين عليه السلام. ومن منطق الحسين ثورة وليس لبس السواد، انطلق موكب شهداء ثورة تشرين حاملا معهم أحلامهم وآمالهم في أن هذه الثورة مستمرة ولن تتوقف حتى تحقيق المطالب والكشف عن قتلة المتظاهرين. تؤسس هذا الموكب منذ انطلاق ثورة تشرين المباركة، لأنه الموكب عبارة عن شهداء ثورة تشرين. شهداء ثورة تشرين هم المصداق الحقيقي لقول هيهات منا الذلة، لقول الإمام الحسين هيهات منا الذلة، وهم المصداق الحقيقي لقول الإمام الصادق يا ليتنا كنا معكم. لقد فهموا الحسين حق فهم وخرجوا من أجل الفساد وخرجوا من أجل الإصلاح. موكب شهداء تشرين في الناصرية لم يكتفي بحمل الصور الحسينية، ولكن رافقتها أيضا عوائل شهداء ثورة تشرين حاملين صور أحبائهم الذين لهم الفضل الأكبر بما تحقق من تغيير في القوانين والتشريعات. يعني هو استعراض صور الشهداء والأعلام العراقية واستذكار الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإحنا ثورتنا إن شاء الله يا ربي ناخذ قوتها من ثورة الإمام الحسين، لأن الإمام الحسين هو طلع ضد الباطل، وإلا يعني قادر عادي ياخذ عياله، وهو أصلا يعني ما محتاج، كان شجاع، بس راد يثبت رسالة للإنسان إنه لازم الناس توقف بوجه الظلم، وإحنا حاليا طلع لو وقفنا بوجه الظلم وإن شاء الله يا رب ننتصر بجاه الإمام الحسين. ها هو الحسين، ها هو استلهامنا من ثورة الحسين، ونحن باقون على سير نهج الإمام الحسين الذي قال: من عشقني قتلته، ومن قتلته علي ديته، بل أنا ديته. الإمام الحسين هو ثورة، الإمام الحسين هو قضية، نحن نستلهم ثورتنا من ثورة الإمام الحسين. نحن باقون على العهد مع صاحب العصر والزمان، وهذا الموكب أسسناه لخدمة الإمام الحسين، وإن شاء الله باقون ومستمرون. وتتجدد البيعة ويستذكر العراقيون كل عام بشكل أليم هذه الفاجعة التي تركت أثراً كبيراً في نفوس أبناء الناصرية الذين سقطوا بسبب استخدام السلاح المفرط آنذاك الذي راح ضحيتها مجموعة كبيرة من الشباب والأطفال المطالبين بحقوقهم وحقوق الشعب العراقي المشروعة. لقناة زاغروس تيفي، علي صالح.